هو يوسف بلايلي شوف يوسف بلايلي لا يختلف عليه اثنان انه لاعب موهوب ولاعب ممتاز وين راح صنع الفارق واعتقد ان هذا الفوز المولوديه بالدوري هذا العام كان عنده فضل كبير بلايلي في المولوديه هو كذلك ممكن يكون في المنتخب لكن يكون في المنتخب اذا كانت هناك ضوابط وتوظيف جيد اذا كانت هناك ضوابط وتوظيف جيد انا معه اذا كان انا سمعت يقولوا يعني من من جانب الانضباط ماهوش منضبط ومش عارفوا شيء هي تعود ماهوش منضبط ليش ما تقولوش في الاعلام؟ ليش ما تقولش واش راهو يدير هذا؟ قلنا اعطينا مش منضبط يعني ايش مش منضبط؟ اعطينا اعطينا دلائل انا لو كان عندي لاعب مش منضبط انا نقصيه انا كنت في سطيف نقصي في اللاعبين كبار نقصيهم ونحطهم في المدرجات ونقول علاش؟ نقول مبرر خليك شجاع وقول علاش؟ اما انك تتكلم هكذا في الميكروفون وتهرب وتخلي الشعب داخل في بعضها وضح يا اخي صحيح